عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. انزلوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. النهارده يا شباب هنكمل لعبه المصارعه WWE 2011 يا شباب. بصوا يا شباب، بصوا لو انتوا ما عدتوش لايك سيبي اتش ولا هتوصل النوم هتسيبي اتش بيوقف في شكو. طبعا يا شباب المره اللي فاتت هنا وقفنا هنا اتفرجت على الفيديو يا شباب وقف هنا وعمل شوية حاجات في الدكتور، عملت شوية حاجات في الدكتور. هنا الحلقة هنا يا شباب عشان وقلنا كمان اللي احنا هنحارب 3 مباريات ولو المباراة طولت هنحارب هنعمل مباراة واحدة. طبعا انا قللتها شوية، كل حلقة هنعمل مباراتين، لو المباراة صعبة هنعمل مباراة واحدة. فيلا وطبعا يا شباب بودي معانا، نسيت تقدموا بودي معانا، فيلا بينا. انا شباب يا سعد زي يلا بقى يا شباب نروح على ايه الناس ده يا شباب. قولي قولي كوزلوف. هو شباب كوزلوف ده يا شباب مستر مكمان بعت لنا كوزلوف في اوضتي، تخيلوا. يا شباب زي ما قلنا لكم الحلقه اللي فاتت انا وبودي بنعمل عداوه مع مستر مكمان وتريبل اتش، فاللي عاوز فشباب انا واحمد كنا قاعدين مثلا في الاوضه بنتكلم مع بعض، هنا هنا كسر دخل كسر بابو طش طش. طبعا يا شباب قصيت عليك كويسه، اللي عاوز يا شباب نعمل نصور الحاجات دي العداوه ما بيننا وما بين مستر مكمان، انزلوا اكتبوا لي تحت التعليقات كوزلوف كوزلوف داخل. هو ده كوزلوف؟ كوزلوف ده شباب داخل زي بابيه. شوف او كريس تشيريكو وراه على طول انا كوزلوف يا شباب. شوفوا مين اللي داخل بحزام باللقب. ايه ده؟ هذا خليه مش بلقب؟ ماشي عادي عادي. ترى شباب ممكن نور انتي تيكون وسوي كين ومشيت ستون كولد ستيف اوستن. طبعا الشباب لو انا معايا لقب القارات يا شباب، يعني انا لو دخلت بلقب القارات هدخل دخلة انتي تيكون والاضاءة بتاعت انتي تيكون وصور والفيديو بتاع كين ودخل كل حاجه كده يعني اتنين نقطة. يلا بينا يا شباب 3 ضد بعض. اوف 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 كوزوف. طب يا شباب انا صعبه يا شباب بصعبه. يا شباب بودي بيساعدني بوم. ايه ده؟ انا بكره كوزوف يرميك طبعا. شباب عدلت الحركه دي، عدلت الحركه اللي هي دي يا شباب اللي انا بعملها عدلتها. طبعا طبعا وجودي برضو بيساعدني، برضو عدلت بقى انا الحركه دي اللي طيرت بيها كريس جيريكو، هي حركه وحشه انا عدلتها خليتها مقص طير الشباب، ولكن معرفش ما جاتش منها عشان ما حفظتهاش تقريبا. المفروض ان احنا عادي ننزل تحت صح؟ لا لا مش عادي ان احنا ما ينفعش ننزل تحت. اغنيه يمين يا ولد. طبعا يا شباب المفروض اللي انا عايزه شباب. هلا والله بودي. ايه؟ ايه؟ بقول لك بودي. ايه؟ يا عم يا عم يخرب بيت جوزي. يلا المفروض اللي احنا نجري كده على طول. على طول المفروض اللي احنا بقى نظبط الطاقة بتاعتنا وكل حاجة
كوزلف واقف وكوزلف ضربني معرفش ليه. ليه كوزلف بتضربنا كوزلف؟ تعالى كوزلف، تعالى روح انت هناك. بيقول لك أندرتيكر كسب ولكن دخل بوظ المباراة كلها. وهيعيد المباراة من تاني. تمام. بس عارف لو أندرتيكر دخل تاني؟ تمام. لا هنعيدها بقى. اتفكرت انا اتفكرت ان أندرتيكر وكين داخلين. أربعة يا شباب هيبقوا ضد بعض كلهم. يلا بينا. أنا تمام. بصوا بقى يا شباب دلوقتي في الحلقة، يعني دلوقتي احنا عندنا مباراة واحدة، لنا مباراة. فتعالوا كده يلا وقال. تعال نروح عند الدكتور. يا عم الدكتور مش هنا، كل شوية بنسى ليه يا شباب. جاي بيت. أنا جاي بيت من الدنيا. الظاهر فجأة. هي دي أوضتي المفروض. أيوة دي أوضة المدير، يبقى قدامها على طول غرفة الدكتور يا شباب، أو ترايجل اسمها إيه؟ ترايجل روم. يلا نخش. مين اللي بقى اللي موجود فيها؟ سي ام بانك. ازيك يا سي؟ سي ام بانك عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه اخبار السي؟ ايه اخبار السمك داون؟ طلع شرونه من الرياو مش من السمك داون. طلع شرونه في حياه من السمك داون، لانها بنطلون ازياء وتيشيرت ازياء وفوطه هي بتدش فيها ازياء ودراعاتي سايقه. تمام. تعالوا بقى الشباب تعالوا. اول حاجه يا شباب انا عاوز اقول لكم حاجه، انتوا تعرفوا ان انا اشتريت شخصيه اسطوريه في ماينكرافت. طبعا مش بقى يا شباب، اللي عاوزني اكمل في سلسله WWE 2011 روت راس المنيا، يكتب تحت في التعليقات او يعمل لايك للفيديو ده ويشترك في القناه، تلاقي كلمه بالاحمر كده مكتوب عليها اشتراك، هتدوس عليها يبقى هي لونها احمر، هتدوس عليها تتحول للون تريبل اتش ده اللون الرصاصي. وبعديها هتلاقي كده واحد عامل لك رفع صبعه كبير كده شباب، وهو هيبقى اللون اللي تريبل اتش، لون تريبل اتش كده لون رصاصي. اول ما تدوس عليها هيتحول للون شعري، او يمكن يكون لونه اسود وفجأة يتحول للون الابيض. لو انت اليوتيوب عندك لونه اسود، فلو لونه ابيض هيتحول للون ازرق. انت شباب، فطبعا احنا نهينا الحلقة اللي فاتت عند الصورتين الجمال دول. احنا بقى عاوزين ندور على غرفة تانية كده. تعالوا بقى شباب، تعالوا كده معايا، تعالوا نروح بقى للمباراة التانية نشوف ايه اللي هيحصل. وبعد المباراة التانية هندور على كوزلوف وكريس جيريكو، عاوزين نشوف هيعملنا ايه، او في طريقنا كده يمكن نلاقي كوزلوف او نلاقي كريس كده. تيد وكوفي قاعدين بيتكلموا مع بعض، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل، نكلمهم كده ونشوف. بيقول لك تمام، المفروض ان هما بيسخروا مني معرفش ليه. عرفت ليه يا شباب؟
ضدهم هما الاثنين تقريبا، هو ده اللي فهمته منهم. لو ما كانش كده الشباب هما بيقولوا كلام غلط. اول حاجه اهو تكتب ماتش، تكتب ماتش. اول حاجه يا احمد انت اتغطيت اغنيتك، اجيلك اغنيتك تاني بس بسرعه. انت تيجي بقى راو اتش دي. طبعا انا من الراو مش من سماك داون يا شباب. فكوزلوف داخل يا عم. كوزلوف ليه جاب كوزلوف؟ هما مش قالوا كريس جيريكو انتيكر وانا وانتيكر انتيكر وانا تقريبا الاخر اللي مش داخل. تمام يا شباب، انزلوا حطوا لايك واشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس ويعملوا لايك للفيديو واكتبوا كومنت كده حلو. ماشي يا شباب، اكتبوا فيه بطاطس عشان نعرف ايه تعب تكرار. اكتبوا فيه لايك يا شباب عشان ايه نعرف. او اكتب معلومة لو انت بتعرف تلعب دفاع 2011 او بتعرف تلعب راس المني عامة، انزل اكتب لي. انزل اكتب معلومة لو انت بتعرف. شيمس اه يا شباب شفتوا زي ما انا عدلت على البتاع دي ليه بقى؟ مش جات لي والله، عدلت عليها يعني. حصل فين الحركه دي يا شباب؟ ايوه اللي انا عملتها دي دلوقتي لسه معدلها عليها. انتوا مش ملاحظيني هو صاحب انت تيكر؟ المفروض يبقى صاحب انت تيكر ولا ضد انت تيكر؟ خد الظاهر عندهم. طبعا يا شباب انا قافل الصوت عندكم عشان الكوبرايت شباب، لان فيها اغاني كتيره اغاني كتيره. شباب ازاي اعرف اخلي اللي هي طاقتي تبقى كبيره كده وما اتعبش بسرعه؟ ازاي اكتبوا لي تحت في التعليقات؟ سيبني دي سيبني دي. طب قلت لك انا قلت لك لا انا بلعب بالاثنين كده. اوه طب سيبني قلت لك. طب استنى الحكم هو اللي موجود، هو كوزلوف وقعنا كوزلوف وقعنا كريس جيريكو. ناس نقع عن تفكر الحكم بس، والجمهور اللي ورا ده كله يقع. يلا 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 بام. مين اللي بيشجع كوزلوف؟ والله يا شباب شوفوا بقى السين شوت بتاعت الاسطوريه اللي انتوا شفتوها في الحلقه اللي فاتت. هتشوفوها تقييمكم من 10 بقى يا شباب في التعليقات. 1 2 1 بام مسكوه ضربوه. طبعا نقول كده يا باشا، عدلت برضو على الفينش. يعملوا فينش؟ لا يا عم كل حاجه ما اتعدلتش، كل حاجه ما اتعدلتش ليه؟ عدلت بقى الفينش كانت اسطوريه والله. ايوه شاطر انت. يلا 1 2 سريعم وكسبنا يا شباب في المباراتين. وهوريكم برضو حاجة، مباراة يا شباب بس مش في الروت وراس المينيا. مش خط 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 خط. يلا بقى يا شباب انا هكسر الدنيا. استنوا بقى بيعمل سيفنج داتا يا شباب عشان كده. ويلا بقى بينا الشباب كده نروح كوايت. طب شباب ايوه لازم نطلع كوايت ونروح. بصوا يا شباب هنيجي هنا ونروح نازلين هنا.
عشان تشوفي شخصيتي. ميدو جي ام اوفيس، اوفيس يا شباب. فطبعا هتشوفوا بقى حاجة دلوقتي، طبعا دي كل الشخصيات المفتوحة، كل حاجة يعني انا عندي كل حاجة. فهنيجي هنا طبعا، وبرده شخصيين عاملين شخصيات كتير قوي. ثانية شباب، استنى استنى بس عشان في حاجة غلط كده خالص. فنيجي هنا، نيجي في ست، مو ست يا عم، مو ست ايه المفروض سوبر ست. ماشي استنى كليه، طبعا استنى حاجات كتير اوي. مش هنا، نيجي تحت 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 تحت. الرن استراي، يا لهوي شباب ليه؟ طيب ليه بتاعت يا شباب؟ ليه غني شباب؟ بصوا يعني كنت حاطط حاجات حلوة. وطبعا يا شباب انا كنت حاطط حاجات حلوة قوي، يعني مثلا مفيش فينيشر. بصوا الفينيش كانت ايه، شوفوا الفينيش كانت دي. طبعا انا عدلتها، بصوا خليتها ايه، من تحت اطلع فوق اطلع فوق واطلع فوق واطلع كده 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 كده. ليش ليش لا كده كده كده. الاسبيرات دي بقى شوفوا، اول واحده اللي هي كده، بس انا قبل ما يقوم دي بقى بتاعت ايدك يا شباب. ماشي دي بتاعتك، ودي بتاعت دي، ودي اللي هي كده تمام. انا بقى رحت معدلها لايه، لدي. انا عدلتها لدي يا شباب. بصوا بقى الاركيو دي، انا عاوز اخليها بتاعتي برضه. اوكي هو دي بتاعتي برضه يا شباب تمام. كل حاجه ما اتحفظتش، ما اعرفش ليه. فبصوا بقى يا شباب هوريكم حاجه. يلا نيجي كده، خلينا نشوف شخصيتنا بقى. نيجي كده يا شباب ونروح تاج تيم، لا تيم شباب. انا عمال اخش على حاجات غلط والله. يعني هنا والسوبر ستار هي عندي، لا مش عندي. خش على اي واحد من دول. طبعا دي شخصية انا كنت صانعها شباب. ف اول شخصية صح، لا دي فاحط لها دي يا شباب. ودي بقى انا اخدته من بابا شمبي، وده بتاعي. فانا بقى ايه، مش هاخده. اوكي نطلع ونعمل سيف تمام يا شباب. تمام سيبتوا في الثلاث تم تمام يا شباب، عشان نعرف ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر لحد هنا. يلا بينا بقى نروح ونشوف اللي احنا هنعمله يا شباب. هنا هنا وتورنيدو جي ام اوفيسر. نيجي عندي هنا ونروح داخلين كده يا شباب. بصوا 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 كده، ونروح داخلين على احمد، ونروح نازلين تحت داخلين بول كده يا شباب. ونروح رايحين جايبين مستر روكمان ده وده، ونحطه بلبس البدله يا شباب. ماشي طيب يا شباب، انا هوريكم شخصيتي المستنيه بقى. يلا بينا، يلا بينا بقى يا شباب. احنا الاثنين هنحارب مستر مكمان. طبعا ده فريق جيري شو. شايفين شخصيتي؟ ايه شخصية بودي يا شباب. استنوا يا شباب، اقول على التلفزيون. شايفين التلفزيون اللي اسود يا شباب؟ هو اللي بشرته لون اسود. بودي هو اللي بشرته لون اسود. بصوا 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 ده وتسمع التلفزيون ده، ده وتسمع التلفزيون. بصوا انا بحبها يا معلم. خلي بالك اللاب، ابعد بس عشان اللاب. يا معلم تعالى لي المقطع هنا. بص بص مش بقى الحركة دي. انا هاني المقطع انا شوفي. تعالى
يجي نقعد هنا كده عند المستر بتاع البتاع ده. فبس يا شباب دي نهاية المقطع. كان عندكم نقطة مشكلة تعملوا الشاشة. ما تنسوش بقى يا شباب تعملوا، مش تنسوا بقى يا شباب تعملوا لايك وشير، تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك على الفيديو ده، تنزلوا تكتبوا كومنت وتروحوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. وبس يا شباب دي نهاية المقطع. فبس سلام.